يترقي عامل اليوم بصفة استثنائية في ربط مباشر مع الضاحية الشمالية بالعاصمة لمتابعة فعاليات الدورة 21 لمنتدى تونس للاستثمار الانطلاقة نذكر كانت البارح، وتتواصل الأشغال اليوم في جمارة الشعار تونس حيث تلتقي الاستدامة بالفرص التنظيم ببادرة من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس. بما أن أصحاب البادرة هما وكالة النهوض بالاستثمار، معنا السيد جلال الطبيب هو المدير العام لوكالة الاستثمار الخارجي. صباح النور، يومك سعيد. صباح الخير، وصباح الخير لكل مستمعي الإذاعة الوطنية. أهلا وسهلا بيك، أنت كنت ضيفنا في الأستوديو المركزي في الشهر اللي فات كنت أتذكر، وقلت وقتها نحن المنتدى هذا بالنسبة لنا هو دافوس تونس. اليوم في اليوم الثاني دافوس تونس، شنو حوالو، شنو أبرز ما سجلناه البارح؟ قلت لنا زاد وقتها نحن نأمل إلى الوصول إلى 2800 مليون دينار هذا العام كقيمة للاستثمار الخارجي. وصلنا ولا ما زلنا ما وصلناش؟ في الثنية إن شاء الله. احنا الحقيقة هالمنتدى هذايا هو دافوس تونسي، وكما شفتوا مستوى الحضور لصناع القرار الأجانب والأوروبيين بصفة خاصة متواجدين، وكان عندنا لقاءات هامة جدا، وكان في إمضاء اتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي وتونس، وكل هذا الكل يوري اللي تونس جذابة والاستثمار يتعافى، والحمد لله قاعدين نأمل أني نوصلوا للرقم اللي أعلنت عليه 2800 مليون دينار، ونجموا حتى نوصلوا 3000 مليون دينار، لأنه تونس عندها كل الإمكانيات والجاذبية متاع موقع تونس كموقع استثماري هي مؤكدة. وكيف ما شفتوا المؤسسات اللي تم تكريمها البارح في خلال المنتدى الأول توري اللي الذكاء التونسي والمهندسون التونسيين والطاقات التونسية هي قادرة على أن تحقق المعجزة وتحقق النمو الاقتصادي المرجو. الفاعلين الاقتصاديين المستثمرين، البعثات أيضا رفيعي المستوى من الاتحاد الأوروبي اللي كانوا موجودين، شنو أبرز الملاحظات اللي وصلتكم؟ هل وصلنا ل 800 مشارك؟ ثم فما حاجات ملموسة عملناها، لأن وقت جيت بحدين حكينا على توسيعة المشاريع الموجودة وأيضا بعث مشاريع جديدة. اليوم عنا جديد؟ أكيد عنا جديد. أول حاجة بالنسبة لعدد المشاركين هو عدد معناها تجاوز الألف، معناها انسكري اللي حضروا البارح تقريبا 850 مشارك، ولكن كيف عنا اليوم مشاركين جدد زادة اللي بش يجيوا لورشات العمل القطاعية الهامة برشا زادة كيف، وكذلك عنا أكثر من 320 مشارك أجنبي خلال اليوم الأول للمنتدى البارح، وهذا كله يؤكد إن شاء الله نجاح هذا اللقاء. أكيد هذا اللقاء هو لإبراز الصورة المعناها الاستثمارية لتونس، معناها سي تانيفينمون ديماج باش نوريو اللي تونس ديما هي معناها جذابة للاستثمار، وعندنا خاصيات باش تجعل المستثمرين باش يجيو، ولكن في نفس الوقت كما ذكرت السيدة الوزيرة وكما ذكر السيد سفير البعثة الأوروبية بتونس، تم فعلا إمضاء العديد من الاتفاقيات الهامة اللي باش تفيد الاقتصاد التونسي، وهل الاتفاقات هذه ما هي الا باش تزيد في معناها مردوديه وجاذبيه الموقع تونس. اكثر من هذا عندنا عديد من المستثمرين الاجانب، كان عندي لقاء مع مستثمر فرنسي اللي قاعد توا معناها يبدا في الاجراءات الفعليه لبعث شركه في الصيدليه، ولكن هذا على سبيل معناها الذكر. عندنا العديد من معناها المشاريع اللي هي جاهزة، وإن شاء الله باش نتبعها مصالح الوكالة بالطبع مع مصالحنا بالخارج. شنو برنامج اليوم؟ نرجع لك البرنامج البارح، بدينا بورشة عمل، أول ورشة بديناها كانت بالشراكة مع EFC مجموعة البنك الدولي اللي تحدثت على الأفتر كير، كل ما هو معناها متابعة للاستثمارات الأجنبية اللي موجودة في تونس، ولاقى نجاح كبير، ولاقى معناها أعطينا دي تيمونياج شهادات لمؤسسات أجنبية
مرتكزة في تونس، ورات كيفاش اللي الإدارة التونسية بصفة عامة ومصالح الوكالة كيفاش تسهر على إعطائها مناخ للأعمال باش يركزوا في الأعمال متاعهم، وتكون الإدارة توفر لها على الأقل كل سبل النجاح. كان هذا لقاء هام جدا، وكان فيه كما قلت شهادات لمؤسسات رائدة في تونس، كذلك كان فيه لقاء مع لوسيديو، كان فيه تقديم لرابور دي كاليتي دانفستيسمون اترونجي في تونس، هو تقرير تقوم به المجموعه هذه المجموعه الرائده بالتعاون مع البعثه الاوروبيه للاتحاد الاوروبي، يعطي تقييم لنوعيه الاستثمارات الاجنبيه في تونس. ابرز ما جاء فيه جوستومون اللي الاستثمارات راهي ثم ابجريد، ثم استعمال للذكاء التونسي، ثم استعمال طبعا للطاقات التونسيه. هذا هام جدا، لان تونس ما عادش ان سونتر دو برودكسيون، ما عادش معناها مركز للانتاج وسوتريتونس كاهو للمناوله، ولات تونس زاده سي ان سونتر دو ريسيرش وديفلوبمون. تونس ولات عندها كل الطاقات للابداع، ويلزمنا كل الهياكل نواصلوا دعمنا للمستثمرين باش ان شاء الله نوصلوا ل 3000 وحتى 4000، وهذه كلها ارقام نجموا نحققوها معناها بكل واقعيه. وبرنامج اليوم تو برنامج نواصل مع برنامج اليوم، سامحني تعديت، والبارح كان فيه معناها الافتتاح الرسمي للمنتدى باشراف السيده وزيره الاقتصاد والتخطيط اللي اعطت كلمه الافتتاح، وكان فيه زاد تكريم لتقريبا 10 مؤسسات اجنبيه، والمره هذه حطينا حتى مؤسسات تونسيه اللي لمواطنينا بالخارج اشاعت في العالم، وكذلك ل معناها مؤسسات تونسيه يتم معناها موجوده في الخارج باش نوري اللي النجاح التونسي ماهوش يقتصر معناها اشعاع عالمي للاستثمار التونسي. اليوم عندنا ورشه عمل في الصباح، ورشه عمل الاولانيه على مناخ الاعمال وكيفاش يلزمنا مناخ الاعمال يكون بصفه متواصله معناها محل معناها متابعه، باش ديما نحاولوا كيف ما تعرف ثم منافسه شرسه في استقطاب الاستثمار الاجنبي، يلزمنا تونس ديما التشريعات نتاعها تواكب متطلبات المستثمر وخاصه المستثمر الاجنبي. بعدها باش يكون ورشه عمل على لا ريسبونسابيلتي سوسيتال دي زونتربريز، يعني كما قلنا احنا الشعار هو حيث تلتقي ديمومه الاستثمار مع الفرص والانسدامه، يلزمنا باش نوريه اللي تونس تستقطب المستثمرين الاجانب، ولكن تستقطب المستثمرين الاجانب اللي يحترموا معناها المسؤوليه المجتمعيه للمؤسسه، هذا مهم جدا، ومنها باش نحكيو على الطاقات المتجدده. شكرا لك، يعطيك صحة سي جلال الطبيب المدير العام لوكالة الاستثمار الخارجي. جاتك صحة. نعم شكرا نبيلة، شكرا ليك، وكما قال ضيفك انا باش نستعير كلمته.